صورت أسرة مسلسل كأنه امبارح الثلاث أيام الأخيرة المتبقية من أحداث العمل داخل أحد مستشفيات طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وبيحاول مخرج العمل حاتم علي الانتهاء من تصوير المشاهد المتبقية عشان يبدأ عمليات مونتاج الحلقات وبيسلمها لإحدى القنوات اللي تم التعاقد معها. مسلسل كأنه امبارح من بطولة رانيا يوسف وأحمد وفيق ومن تأليف مريم نعوم ومن إنتاج محمد مشيش.